وفي لقاء خاص للتلفزيون المصري اكد عدد من اعضاء مجلس النواب ان تقدم الحكومه بمشروع الموازنه العامه خطوه مهمه مثمنين اصدار قانون للتامينات يحمي المواطن من المخاطر لاول مره لأول مرة الحكومة هذا العام تتقدم بمشروع الحكومة موازنة الحكومة العامة ودي خطوة مهمة لوحدة شمولية الموازنة بتضم أرقام الإيرادات والمصروفات الخاصة بالموازنة العامة للدولة وعدد 59 هيئة الاقتصادية الأرقام في هذه الموازنة تمثل الإيرادات تصل لحوالي 5.3 من عشرة تريليون جنيه وتصل المصروفات لحوالي 6.6 من عشرة تريليون جنيه بنهني يعني النواب الأجلاء وبنهني أنفسنا وبنهني الشعب المصري إن الأول مرة في التامين المصري يكون هناك قانون موحد خاص بالتامين بيحمي المواطن من المخاطر وكل ما يصاب سواء في حاله الوفاه او العجز الكلي وايضا استحداث مواد جديده مثل المجمعه التامينيه وهي عباره عن مجمع يعني مجموعه من شركات التامين او شركات خاصه باعاده التامين بنتكلم عن اهتمام الدوله واهتمام وزاره الماليه بالاستحقاقات الدستوريه الخاصه بالصحه اللي هي 3%، التعليم اللي قبل الجميع 4%، التعليم الجميع 2%، 1% البحث العلمي، اهتمام الدولة والميزانية بدعم برنامج تكافل وكرامة، وإن البرنامج وصل النهاردة 40 مليار جنيه مخصصين لبرنامج تكافل الكرامة، هيستفيد منهم أكثر من 5 مليون أسرة من أسر الأكثر احتياجًا.